بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرق الخمسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل كلامنا عن الأفكشن بتاعت الكربس، وقلنا اتكلمنا عن الديفورميتي في كربل جوينت أو كربس. دلوقتي هنتكلم عن الكاب دي ني أو الهيجروما في الكربس. زي ما اتكلمنا في الكاب إلبو أو الأوكران برسايتس، دي برضو الكاب دي ني او الهيجروما في الكربس، دي واحده من الاكوايرد اكوايرد برسايتس، اكوايرد برسايتس نتيجه للبريجر او كونتيوجن او التروما، مالتيبل تروما على منطقه الكربس، دورز الاسبكت اوف ذا كربس والهارد سيرفيس او الجراوند. فده بيؤدينا الى تكوين ما يسمى بالاكوايرد بيرسا، او يعمل لنا حاجه اسمها acquired bursitis. acquired bursitis تجميع ل serous fluid subcutaneous داخل cyclic structure بنسميه acquired bursa. ال etiology او mainly نتيجه التروما، تروما في all cases، سواء التروما ديت الحيوان حصل له تروما في الحيوان لحيوان، او almost التروما عن طريق ال hard surface او ground surface بيبقى معمول من الكونكريت، فالحيوان تبقى لينج داون جيت اب، فبيحصل له ايه تروما، مالتيبل تروما على منطقه اللي الكربل جوينت. عشان كده ده في اول خطوه من خطوات العلاج الحاله زي دي المانجمنت تريتمنت، ان انت تحسن الجراوند بتاع الحيوان. اول الحيوان طول ما هو واقف كده في الستول بتاعه كويس، في الستابل بتاعه عمال بيخبط رجله الفور ليم في الهيتنج ايه الكربس في السيرفيس في الوول ماشي، فعمال بيخبط برجليه كده في الحيطه كده، فيؤدي الى تكوين اللي هو اكوارت بيرسا. الاكوارت بيرسا ديت بص تلاقي الحيوان كده ماشي قدامك كده مفيش اي اعراض من اعراض الليمنس ماشي، وتحس عليها مفيش بينفول، ملهاش ايه بينفول، فيها سويلنج، وفي الاول كده بيبقى فلكتويتد، بيبقى فيلد ويز فلويد، والفلويد ده لو عملت له اسبيشن عملت له اسبيريشن بيبقى بيطلع لك سيرس فلويد، سيرس فلويد لونه كده يلوش. طبعا ديت الحاله ديت بتفرقها بين حالات كتير، زي حالات بيبقى فيها فيوجن في الاكسنسو كارباي رادياليس شيز، الاكسنسو تندون دام كاربل جوينت لها شيز كده ممكن يحصل فيه فيوجن، او لو في سيفير افيوجن للكربل جوينت، سيفير افيوجن او كاربايتس للكربل جوينت، فيؤدي الى برضه سويلنج في منطقه الايه الني جوينت ماشي. الكونفيرميتيف دايجنوزيس ان انا عايز ان انا افرق هل ده افيوجن في الجوينت ولا اكوايرد بارسايتس، جاست ان انا بعمل اكس راي للحيوان وبعمل في الساك ديت بحقن فيها كونتراست ميديا، كونتراست ايه ميديا، لو لقيت الكونتراست ميديا جاست ان هي موجوده في الانسايد الساك ديت وما دخلتش جوه الجوينت، واحد اتنين بتلاقي الكونتراست ميديا اللي انا حقنتها جوه الساك ديت بتلاقيها مع الجرافيتي نزلت لفين لتحت، زي ما هو باين كده في الصوره بينزل فين لتحت. زي ما باين كده دي طبعا ده البلين اكس راي، ده اكس راي ويز كونتراست، هتلاقي الكونتراست ميديا كلها نزل فين في الجراوند، كل الجوينت هنا ايه سليم، بس ده ياكد لي ان ديت بس اكوارد بارسايتس ما هياش فيوجن فين في الجوينت. طيب التريتمنت، تريتمنت رقم واحد في التريتمنت، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة تريتمنت البرايمري كوز. برايمري كوز في الحالة زي دي ايه اللي هو الحيوان سواء في الهارد سيرفيس، في على الهارد سيرفيس، او ان الحيوان بيعمل هيتنج او بيخبط رجليه فين في الحيطه. تاني حاجه ان انا بعمل درين للساك ديت، او قصدي للسيست للبرسه ديت، بدخل طبعا نيد الاندر سيبت كونديشن كليبنج شيفنج ديسانفكشن، واعمل درين، وانا بعمل درين بعمل بريشر فين من اب تو داون، بريشر فين اب تو داون، والنيدل طبعا مع جرافيتي من اوت نقطه، وبعد ما صفيتها خالص بحقن فيها كورتيكوسترويد، وممكن الحاله دي تتكرر بعدها باسبوع او اسبوعين، ويفضل بعد ما عملت لها تصفيه كده بعمل لها باندج، بعمل لها ايه كومبريشن باندج، اعمل لها كومبريشن باندج. في بعض الحالات تبقى حاله كرونيك شويه بصفي كونتنت وبعمل فيها لوجال ايدين، الهدف منها ان هو بيعمل كوريتنج او ديستراكشن للسكريتنج ميمبرين.
ماشي دي الفكره اهيت. عملت البوينت اهوت اسبيريشن وبعدين عملت عليه ايه بندش. في بعض الحالات ان انا ممكن اعمل سيرجيكال درين جاست ان انا بعمل انسيجن في الساك ديت وافضي الكونتنت، او ان انا بعمل ديستراكشن لللايننج او سيكند سينوفال ميمبرين ديستراكشن، او جاست ان انا كومبليت ريموفال للايه للاكوارد بيرس. ممكن يحصل يا اما فراكشر في جوه في الكاربال جوينت يا اما فراكشر في الاكسترو كاربال جوينت. ماشي ديت عشان اقول لك مثلا تشخص صح حاله فراكشر او حاله في الكاربال جوينت دي اوضاع مختلفه الاكس راي او ده يختلف سواء لاترال فيو. طبعا لاترال فيو بيبين لنا الاكسترو كاربال بون لاترال او فليكس لاترال فيو ان انا نفس الوضع بالظبط لاترالي بس بيعمل فليكشن فين في الجوينت كويس، او دورز وبالمر فيو جاست ان انا ايه من باخد الوضع بس بشوف ده ان فرونت كويس، او في وضعين بقى اوبليك سواء اوبليك ميديال او اوبليك ايه لاترال، اوبليك ميديال او اوبليك ايه لاترال. ماشي ده وضع الطبيعي او الستاندر في حالات الاكس راي في النورمال. عندنا نوعين من فراكشر سواء انترا ارتكولار فراكشر كاربس او فراكشر في الاكسترو كاربال بون. حد يسالني ايه اسباب الفراكشر في الحاله في الخيل؟ طبعا اسباب معروفه اللي هي ايه تروما. طيب اشخصه ازاي؟ طيب كلينيكال ساينس رقم واحد نون ويت بيرنج ليمنس، رقم اثنين ان الحيوان بكاردينال ساينس على المكان اللي فيه فراكشر، رقم ثلاثه او كنت في النيتف دياجنوزيس ان انا بعمل اكس راي اللي انا قلت من شويه بعمل اكس ايه اكس راي. تريتمنت كتريتمنت الحاله لو فيها انترا ارتكولار فراكشر جاست ان انا بفتح وبشيل الاي شيب فراكشر او الجزء اللي فيه هو الانترا ارتكولار فراكشر ده حل. لو الحاله فيها فراكشر بس الشيب بدل الشيب فراكشر بقى فيه افوليوشن فراكشر او لارج بارت جاست ان انا الجزء ده ما اقدرش طبعا اشيله لو شلته هيغير في الاستراكشر بتاع الايه الجوينت فبعمل له ايه لاج سكرول جاست ان انا اعمل له ايه سكرول. حاله ثانيه اللي هو فراكشر في الاكسترو كاربال بون، اكسترو كاربال ايه بون بعض المرضى كتير قوي من الحيوانات اتخبط اترفس كلام من ده اتكسر فين اكسترو كاربال بون جاست ان انا سيمبل خالص اعمل اكسترنال فيكسيشن بكاست مع سبلنت الحاله بتبقى فيها ممتاز. زي ما قلنا برضك ان انا في حالات الافوليوشن فراكشر او الفراكشر امال ان انا اركب ايه لاجس ايه لاجس كرو. الافكشن بتاعت الايه الفورليم في جزء بتاع اللي هو الافكشن بتاعت الميتا كاربل او ميتا ترسل، ميتا كاربل او ايه ميتا ترسل. في مجموعه من الافكشن زي السبلنت فراكشر في سمول ميتا كاربل او ميتا ترسل او السبلنت بون، في فراكشر بتاع الكارن بون، في حاله التندونيتس، في كونستراكشن في الانولر ليجمنت. ناخد واحد واحد من الافكشن دي اللي هي بتاعت اللي في منطقه الميتا كاربل او الميتا ترسل. السبلنتس السبلنتس ده افكشن، في فرق بين سبلنت وسبلنتس. سبلنتس ده افكشن بيظهر فيها ازاي؟ بيظهر فيها الحيوان ان في هارد بوني سويلنج كويس ابير على الانسايد ميديال سايد موستلي ميديال سايد، او ممكن يحصل في اللاترال سايد بس موستلي فين؟ في الميديال سايد. سويلنج ده بيظهر على الليفل ما بين الكانن بون او السيرت ميتاكاربال بون والسكند ميتاكاربال بون ده في الميديال اسبكت. ميديال ايه اسبكت تلاقي فيه سويلنج كده وسوينج تحس عليه تلاقي ايه هارد. ايه اللي حصل؟ السبلنتس ده ان حصل فيه انفلاميشن او ان في مالتيبل تروما الحيوان حصل فيه انت الليجمنت اللي هو ماسك السكند مع السيرد ميتاكاربال بون حصل فيه اوسيفيكيشن. حصل فيه ايه اوسيفيكيشن؟ حصل فيه اوسيفيكيشن نيو بون فورميشن جروس يحصل فيه حاجه اسمها سبلين. الكونديشن دي بيحصل فيها ان الليجمنت ما بين الانتر اوسيوس ليجمنت ما بين السبلنت بون والكانن بون بيحصل فيه بريكزوستوزيس. بريكزوستوزيس ديت بيؤدي الى ايه اللي هو السويلنج الهارد سويلنج اللي فين الجنب كويس الهارد ايه سويلنج ايه الجنب بيبان بالاكس راي ان في حصل فيه بريكزوستوزيس او بوني اكشن. كل ده اماكن اللي بيحصل فيها الايه السبلنت بيحصل فيها. طبعا الايتيولوجي بتاعه بيحصل ازاي؟ نتيجه تروما على المكان ده مالتيبل تروما ما بين على الليجمنت اللي هو ماسك السبلنت بون والكارين بون. التروما ديت ممكن تحصل بقى سواء تروما جاست دايركت تروما او اوفر اكسرسايز اوفر تريننج اوفر تريننج. والحاجات ديت بتحصل كتير قوي في الحيوانات اللي هي السن الصغير اللي هو في تريننج اكسسيف ايه تريننج. طبعا في اسباب بريديسبوزنج فاكتور
زي اكسسيف كونكشن اون هارد سيرفيس، الشغل او اللعب او الجري او الاكسرسايز او الوقفه على الهارد سيرفيس، في فولت في كونفورميشن، او في امبالانس او اوفر نوتريشن، او الحيوان في امبروبر شوينج. امبروبر شوينج دي بريسبوزنج فاكتور. كلينيكال ساينس يظهر حيوانه ازاي؟ في بدايه تكوين السبلنت طبعا ما بيبقاش في حاجه جروسلي باينه، مفيش حاجه جروسلي باينه، ولكن بيبقى فيها كاردينال ساينس على المكان، بهيت وسويلنج على المكان، كويس. الحاله بتبقى في الليت ستيج اللي حصل فيها اوسيفيكيشن او كالسيفيكيشن، بيبقى مفيش كاردينال ساينس موجوده، وممكن الحيوان ما بيبقاش فيه ليمنس غير لما يبقى فيه اكسرسايز عالي جدا، اكسرسايز عالي جدا كويس، او تريننج، او الاوفر جروس او بنكزوستوزيس ديت بتعمل كومبريشن او تعيق او تعمل هندرانس للموفمنت بتاعه الجوينت او للتندون اللي ماشي ايه جنبها، التندون اللي ماشي ايه. طيب بيبان ازاي في اكس راي؟ بيبان في الاكس راي ان في جزء فيه اوسيفيكيشن او بنكزوستوزيس في مكان ما بين السكند والثيرد، سكند والثيرد ايه؟ متكربل بون، سكند والثيرد متكربل ايه؟ ماشي؟ التريتمنت رقم واحد في اولها كومبليت ريست وانتوفلاماتري. طيب بعد شويه الحاله اللي حصل فيها بدايه رياكشن، بدايه رياكشن جاست ان انا بحقن انترا ليجونال في الليجونز نفسها، كورتيكوسترويد واعمل كومبريشن باندج، اعمل بالكومبريشن ايه؟ باندج. ماشي؟ في بعض الحالات لو الحاله بقت دخلت في كورونيستي فبنوكزوستوسيس، بعمل بقى ايه بدل ما عن انفلاماتوري، لا بزود بعمل حاجه بوينت فايرنج او كاونتر ايريتنت بوينت ايه فايرنج. لو الاوفر جروس ده والبنوكزوستوسيس ده كبير قوي بدرجه كبيره، بعمل له سيرجيكال تروموفال او كيوريتنج، سيرجيكال تروموفال او ايه. ممكن يحصل فيه فراكشر في السمول متكربل او متصل او سبلنت بون. طب السبلنت بون دوت سواء السكند او الفورس، لو الفراكشر ده حصل في البادي بتاع السبلنت بون في البروكسيمالي كويس، لا بيحتاج بقى ان احنا نعمل فيه فيكسيشن، سواء اكسترنال فيكسيشن او انترنال فيكسيشن. لكن لو حصل فراكشر في الجزء اللي هو الايه الكودال بارت، الديستال بارت، سوري الديستال بارت بتاعت السبلنت بون، بيعتبر زي ده فراجمنت، جاست ان انا بفتح الايه السكن واشيل ايه جزء الفراكشر، اشيل ايه جزء الفراكشر. الفراكشر بتاع الكانيون بون، اسباب الفراكشر، تشخيص الفراكشر، اعراض الفراكشر، قلناها كذا مره. الفكره هنا ان برضك الفيكسيشن طبعا الموست كومن، وده من حالات اللي هي موست كومن او في الكواين او في الدونكي، الفراكشر بتاع الكانيون بون او الميتاكاربال او المتصل بون، وده من الحاجات اللي سهله جدا ان احنا نعالجها بالاكسترنال فيكسيشن، لان انا بثبت المفاصل اللي تحت كانن بون اللي هو الفيتو جوينت وباسترن جوينت، وبثبت فوق الكاربال جوينت، فبيبقى اكسترنال فيكسيشن سهل جدا. ماشي؟ بس ده في الحالات الفراكشر اللي هي بتبقى سمبل فراكشر او الفراكشر اللي هو مثلا فيه فيشر. في فراكشر بقى اللي حصل في الكوندويلا فراكشر، او فراكشر اللي انا عايز اثبته بالذات في اليانج انيمال، ثبته بالانترنال فيكسيشن سواء باللاج سكرو او بالبليت بالبون بليت اند سكرو. اخر حاجه بتكلم فيها دلوقتي اللي هو الكونستريكشن بتاعت الانر ليجمنت. ايه الانر ليجمنت ده؟ الانر ليجمنت ده ليجمنت زي حزام محوط على منطقه الفيتك جوينت، محوط السوبرفيشال والديب ديشن فليكسر تندون، سوبرفيشال والديب ايه ديشن فليكسر ايه تندون، كويس. يعني اللوكيشن بتاعه ده في البالمر اسبكت بتاعت مين؟ بتاعت الفيدلك جوينت، بالمر اسبكت وفي فيدلك جوينت. طيب يعني هو الليجمنت ده عباره عن ايه؟ الاستريشن بتاعه بتبقى مش فيرتيكال، ترانزفيرس، ده بيعمل زي حزام حوالين السوبرفيشال والديب ديشن ايه فليكسر تندون. ايه اللي حصل بقى؟ ان حصل فيه كونستريكشن، سواء الكونستريكشن ده دايركت تروما على الليجمنت نفسه او سكندري اللي حصل فيه تندنايتس في السوبرفيشال او الديب ديش الفيكسر تندون، يؤدي الى ايه؟ طبعا في تندنايتس يبقى سويلنج في التندون، صح؟ سويلنج في التندون الليجمنت الاستريكشن للفلكسبيليتي بتاعته، فيؤدي الى كونتراكشن او كومبريشن من الانر ليجمنت على التندون، كويس؟ طب ده يؤدي الى ايه؟ ده يؤدي الى
نكروزس فين؟ في السوبرفيشال والديب ديجيتال فيكسر تندو. كاركترستك بص على الحيوان، بص لاقي على منطقه الفيتلك جوينت على البالمر اسب بتلاقي في حاجه اسمها نوتش، نوتش زي نغزه كده فين؟ على منطقه الفيتلك جوينت نوتش في البالمر ايه اسبكت او بلانتر ايه اسبكت ماشي. واللمنس في 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 الحاله دي بتبقى بيرسيستنت وبينكريز مع الاكسرسايز. طبعا كل ما التندو اتحرك تحتيه كويس كل ما ده يزود ايه السايز بتاعت ايه اللمنس. ايه العلاج فيه؟ طبعا كلينيكالي احنا نشخصه ازاي؟ كلينيكال ساينس وكاركترستيك ان هو في ايه؟ في النوتش الموجوده عند الايه؟ عند البالمر اسبكت بتاعت الايه؟ فيتلك جوينت. تريتمنت جاست ان انا بعمل سيرجيكال ريسكشن في الانر ليجمنت. سيرجيكال ريسكشن فين؟ في الانر ليجمنت. جاست بفتح كده فوق الفيتلك جوينت بحوالي 3 سم او 4 سم وافتح السكن سكوتينس تيشو وبدخل كده بلانت سيزر، بلانت سيزر اندر مين الانر ليجمنت، وبعدين كده بعمل له ريسكشن او كاتنج للانر ايه ليجمنت. لما اقطع الانر ليجمنت بعمل فرينس او تحرير الكومبريشن او البريشر اللي عامله الانر ليجمنت على السوبرفيشال والديب ديجيتال ايه فليكسر تندو. بعد كده بقى خيط السكن والحيوان اعمل له اكسرسايز مده يومين ثلاثه بوست اوبرتيف علشان ما يحصلش فيه ادهيجن بين الايه الليجامنت والتندو، ادهيجن الليجامنت ايه والتندو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.